تدرس الديوان. ديوان روبونجور شاكر وبونجور ليكيب كله المستمعين تاعنا في صفاقس وجابس والصغيره اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا على ديوان اف ام. دونك العاده عملنا دور على الجرايد اليوم وشفنا بعض العناوين. بون اكثر الجرايد حكيت على فما حزوز مواضيع مهمين برشا, هو الكورونا كالعاده يعني كل يوم يحكيوا عليها, والاهم البنك المركزي انه البارح اعترض على ميزانيه الدوله. دونك هذه برشا مشاكل اقتصاديه وسياسيه. اما احنا اخترنا باش نبداو بالشروق. جرايد الشروق قالت لك بين العمران وزغوان الكشف عن شبكه دوليه للتجار بالاعضاء. بعمران وزغوان فما اكتشفوا شبكه دوليه للتجار بالاعضاء, الحكومه باش تنحي لنا قطيعنا باش ترقع بهم الميزانيه بتاعها. في الإخبارية التونسية وزارة العدل قالت نحو توفير 5000 سرير في وحدات سجنية جديدة. يا حكومة ركز ركز, قلنا أسرة في السبيطار مش أسرة في البلوار, يهديك ربي ركز يا سي هشام. في آخر خبر أونلاين قالك شقيف مروع سكان باب جديد في قبضة الأمن. شقيف شقيف عادي باش تلقى مجرم اسمه شقيف في بلاد عايشة من وقت الكواسر. بالصباح خبر باهي برشا ذا التكنولوجيا الجيل الخامس تنطلق في 2022. الجيل الخامس في 2022 حتى الساعة جيل هذا يخطي عيش 2021 بربي ركزوا شوية. في المغرب قالك يسطواني على مواطن في محطة المترو. ها في تونس محطة المترو النطار يجي في الوقت أكثر من المترو راهو النطار بونكتويل. في جريدة الشروق نرجع للشروق, شروق برشا فيها اخبار اليوم برشا برشا هايلين. وزير الخارجيه الليبي مستعدون لاستقبال مئات الالاف من العمال التونسيين. ربي يستر الحكومه تبعثنا لكل الليبي باش نخدموا نجيبوا لهم الفلوس. وهم يفسدوهم بيشوفوا. في الشروق زاد قال لك المشيشي رئيس الحكومه ركز انت لهنا راهو تو وراهم العين الحمراء رئيس الحكومه باش وريهم العين الحمراء. قال لك التحكم في الاسعار ضروري. وسي هشام ما نجمش يتحكم في الوزراء نتاعو تو دورها الطماطم والفلفل. والله عندك حق كنت تحكم في الطماطم والفلفل والبطاطا. في الشروق زاد لذي خبر زاد بالحق تصدمت انا في صياغه الخبر ما فهمتش شكون اللي متعاطي للمخدرات انا ولا نخرى فيه بالغلط ولا السيد اللي عمل. قال لك فرار ركز فرار متوفي اخر من مستشفى سبيبه جا فهم متوفي قبل رب قبله ربي خير ربي معاه والمين هرب وقال لك بعد جثه في حاله وفيته وعنده جثه في حاله فرار. ليه لا عملوا خبر بالحق والله العظيم الشروق فرار متوفي اخر. ليه المشكله انه متوفي يعني فهم واحد اخر هرب قبله راه المصيبه انه فهم واحد اخر ملاي نداءنا للمتوفي اللي هرب له ليني واللي هرب الثاني. يرحم الله والديكم كيكم تسمعوا فينا كيكم تولديتوا تتحاسبوا كان حاطين ديوان يرحم والديكم ارجعوا للسبيطار راني نلوج عليكم راهي عائلتكم تلوج عليكم راه مش عيب هكشي يقولوا علينا العبيد. بالله متوفي هرب ريت انا راه عرضني البارح متوفيين في المترو ريت زوج ثلاثه تقريبا في يستنوا في المترو. هذا اخبار ديكالير ولا معناها الاخبار هو ديكالير مش متوفي. بالحق المتوفي بيتو ديكالي يطلع توريش يا عمرك متوفي انا عارف متوفي يعمل في قهوه يوسع بيرو مره يستنى في متوفي يستنى في ضرب يجي يهزوه السبيطار يلقاه تعرفوا العسيس يا ربي يقدر الخير وكهو. كان هذا دور الصحافه بتاع اليوم شكرا لكم.